الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من أعظم ما يشتغل به الإنسان هو طلب العلم الشرعي، لأن العلم متعلق بأعظم ما يدخل به العبد إلى الجنة. فسبيل الجنة هو أن يمتثل العبد ما أمر الله جل وعلا به، وأن يجتنب ما نهى عنه، والطريق إلى ذلك هو بطلب العلم الشرعي. ولذا كان طلب العلم الشرعي من أجل الوسائل ومن أعظم الوسائل، لأنها وسيلة توصل إلى أعظم مقصود وهو دخول الجنة. فقواعد كل علم وأصول كل علم تقرب ما كان مبثوثا، تقرب ما لم يكن محصورا من الجزئيات، لأن القواعد محصورة، ولأن القواعد يمكن حفظها. فمن طلب العلم بتحصيل القواعد فإنه سيختصر له العلم اختصارا، يصبح من العلماء، يصبح من الأئمة بعد توفيق الله جل وعلا في زمن قصير. لأن حقيقة القاعدة أنها جملة قصيرة يدخل تحتها جزئيات كثيرة، يدخل تحتها مسائل كثيرة، فبدل أن تحفظ المسائل الكثيرة في وقت طويل فإنك تحفظ قواعدها في زمن قصير. ولهذا قال بعض العلماء وبعد: فالعلم بحور زاخرة. العلم كالبحر، البحر ماؤه كثير، والعلم ماذا؟ جزئياته ومسائله كثيرة. وبعد: فالعلم بحور زاخرة لن تبلغ فيه آخرة. مهما سبحت في البحر لن تصل إلى آخر البحر، مهما غصت في المسائل فلن تصل إلى آخرها. طيب ما الحل؟ وبعد: فالعلم بحور زاخرة لن تبلغ فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا، لنيله فاحرص تجد سبيلا. إذا أردت أن تحفظ العلم فأسهل طريق لذلك أن تحفظ قواعده وأصوله، فاغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول. من حرم الأصول حرم الوصول. من لم يكن اشتغاله بالقواعد والأصول فلن يضبط العلم مهما حاول، لأن الإنسان ما سمي إنسانا إلا لنسيانه، فمهما حفظ فإنه ماذا؟ سينسى. لكنه لو اعتنى بالقواعد وهي قصيرة ويسيرة وسهلة أدرك العلم. ولهذا سيكون درسنا في القواعد الأصولية، سنتكلم عن أصول الفقه من جهة ماذا؟ من جهة قواعده، لأن مسائل أصول الفقه كثيرة، فحتى نضبط نهتم بماذا؟ بالقواعد. أصول الفقه، أصول الفقه علم دقيق وآلة لا يستغني عنها طالب العلم. أصول الفقه
آلة لا يستغني عنها من أراد أن يفهم فهما صحيحا. إذا أردت أن تفهم فهما صحيحا للكتاب أو للسنة أو لأقوال العلماء فعليك ماذا؟ بأصول الفقه. أصول الفقه يمتاز من تبحر فيه بالدقة، الأصول تجده دقيقا لأن أصول الفقه دقيق، فإذا تبحر فيه طالب العلم صار دقيقا في كلامه، صار دقيقا في كتاباته، لأنه يدرك مدلولات الألفاظ، يعرف ما الذي يدل عليه هذا اللفظ، يعطيه أيضا حسن التصور. إذا قرأ كلاما فإنه يتصوره تصورا صحيحا. لما؟ لأن الآلة عنده، وهي أصول ماذا؟ وهي أصول الفقه. أصول الفقه يجعل المتبحر فيه راجح العقل، تجده ماذا؟ راجح العقل، حكيم، لأنه معه الآلة. يعطيه قوة في الحجة. الإنسان إذا احتج إن لم يكن معه أصول الفقه فإن حجته ستكون ضعيفة، لكن من تبحر في الأصول كيف تكون حجته؟ تجدها حجة قوية. أصول الفقه يكسب من اهتم به وتبحر فيه معرفة جنس الأدلة، بمعنى ما هو الدليل الصحيح؟ هل القرآن دليل أو ليس بدليل؟ من أين تأخذ ذلك؟ من أصول الفقه. هل الإجماع دليل أو ليس بدليل؟ من أصول الفقه. إذن يعطيك جنس الأدلة، بمعنى ما هو الدليل الذي يصح لك أن تحتج به؟ أصول الفقه. أصول الفقه يخرج صاحبه من جهل عظيم، من جهل قد يوقعه في الضلال والحيرة. كيف ذلك؟ ذكرنا أن من تبحر في الأصول، في الأصول، من علم الأصول عرف جنس الأدلة. طيب، من لم يعرف جنس الأدلة أيمكن أن يخرج بحكم يرضي الله جل وعلا ويرضي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هو لا يعرف كيف يستدل ولا يعرف بأي دليل يستدل، فكيف يصل إلى ما يحبه الله جل وعلا وما لا يحبه؟ إذن الجهل بأصول الفقه يثمر الجهل بجنس الأدلة، ومن جهل جنس الأدلة فإنه سيحتج بما ليس بدليل. أصول الفقه يكسب فهم الألفاظ فهما صحيحا. هل هذا أمر أو نهي؟ هل هذا عام أو خاص؟ هل هذا مطلق أو مقيد؟ هل هذا منطوق أو مفهوم؟ أصول الفقه يكسب الفهم الصحيح لدلالات الألفاظ. الجهل بأصول الفقه ماذا يكسب؟ عدم فهم دلالات الألفاظ، عدم فهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصول الفقه يكسب المتبحر فيه الترجيح بين الأدلة المتعارضة. هناك أدلة تكون متعارضة في نظر المجتهد، كيف تحل هذا التعارض؟ كيف تزيل هذا التعارض؟ أصول الفقه يكسبك
طريقة الترجيح. فمن جهل أصول الفقه هل يمكن له أن يرجح؟ ما يمكن له أن يرجح. الجهل بجنس الأدلة يوقع في ماذا؟ في التجني على الشريعة. أن تقول هذا حكم الله وهو ليس بحكم الله، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. طيب كيف؟ لأنهم احتجوا بتوراة محرفة، احتجوا بما ليس بدليل. التوراة بعد التحريف أتكون دليلا لليهود؟ الإنجيل بعد التحريف أيكون دليلا للنصارى؟ لما احتجوا بما ليس بدليل أوقعهم في التجني على الله جل وعلا، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. الجهل بدلالات الألفاظ يوقع في عدم فقه المراد. الله يريد شيئا وهذا الجاهل بدلالات الألفاظ يفهم شيئا آخر. والجهل بطرق الترجيح يوقع في التناقض وعدم العمل بالأدلة. ربما هو لا يفقه الآن كيف يرجح، فيأخذ بالدليل المنسوخ. هذا هو مراد الله جل وعلا، أن نعمل بالدليل المنسوخ أو بالدليل الناسخ؟ بالدليل الناسخ. لكن لما كان جاهلا بطرق الترجيح وقع في هذه الجناية العظيمة. هذا كله يدلك على ماذا؟ على أهمية أصول الفقه. لا يمكن لك أن تفهم، ما يمكن لك أن ترجح، ما يمكن لك أن تستنبط إلا بماذا؟ ما يمكن لك أن تستدل إلا إذا كنت عالما بأصول الفقه. لما كانت هذه الأصول بهذه المثابة، أردنا تقريبها بذكر ماذا؟ بذكر قواعدها، بدل أن تدخل في الجزئيات الكثيرة في أصول الفقه. لا، خذ قواعد تطبق لك هذا الفن، وهي التي ستستعملها في تعيين الأدلة وفي استنباط الأحكام من الأدلة وفي الترجيح بين الأدلة المتعارضة. القواعد الأصولية، القواعد الأصولية لقب مؤلف من جزئين. الجزء الأول ما هو؟ القواعد. والجزء الثاني ما هو؟ نعم، الأصولية. ما دام أنه مؤلف من جزئين لا بد أن نعرف بكل جزء ما معنى القواعد، ما معنى الأصولية. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة تعرف بأنها حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة. لما تقول هذه قاعدة، ما معنى قاعدة؟ هي حكم كلي ينطبق على جزئيات كلية. لا بد في القاعدة حتى تكون قاعدة من ماذا؟ من حكم. نعم، حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة. إذن لا بد في القاعدة من أن تكون ماذا؟ حكما.
إذا لم يشتمل الشيء على حكم أيصح أن يكون قاعدة؟ نعم؟ لا. طيب، ما المراد بالحكم؟ الحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. لما أقول زيد قائم، ماذا أثبتت لزيد؟ القيام. القيام ماذا؟ حكم. زيد لم يأتي اليوم، ماذا نفيت عن زيد؟ الإتيان. عدم الإتيان ما هو؟ حكم. إذن سواء كان متعلقا بالإثبات أو كان متعلقا ماذا؟ بالنفي. إذن لابد في القاعدة من حكم. طيب، هذا الحكم الذي هو في القاعدة لابد أن يكون كليا، ومعنى الكلية الاستغراق والشمول. لابد أن يكون الحكم مستغرقا، لابد أن يكون الحكم عاما. لو كان الحكم خاصا متعلق بواحد أو اثنين أو ثلاثة ما تكون قاعدة. هو نعم حكم، لما تقول زيد قائم حكم، لكن هل هو كلي؟ ليس كليا، وإنما خاص ماذا؟ بزيد، هو جزئي. إذن قولنا زيد قائم ليست قاعدة. لما؟ مع أنها مشتملة على حكم، لأنه جزئي خاص وليس ماذا؟ وليس عاما. إذن لابد في القاعدة من أن تشتمل على حكم، وأن يكون الحكم ذلك كليا أي عاما. حكم كلي قال ينطبق على جزئيات كثيرة. ما معنى الكل؟ ينطبق على جزئيات كثيرة. إذن قولنا ينطبق على جزئيات كثيرة شرح لماذا؟ للكل، شرح للكلي. إذن في القاعدة حتى تكون قاعدة لابد أن تشتمل على حكم، وأن يكون الحكم ماذا؟ وأن يكون الحكم كليا، وأن يكون الحكم كليا. إذن القاعدة لها أوصاف، الوصف الأول الحكم، الثاني الكلية أو الكلي. هناك وصف ثالث للقاعدة متعلق بلفظها، وهو ماذا؟ الوجازة والاختصار. تكون القاعدة في جملتين، في ثلاثة، تكون ماذا؟ قصيرة. ما يمكن أن تكون القاعدة في سطرين أو في ثلاثة أسطر أو حتى سطر، وإنما من خصائص القاعدة أن تكون ماذا؟ أن تكون مختصرة الوجازة. إذن هذا هو المعنى للشق الأول، وهو قولنا ماذا؟ القواعد. القواعد لما نقول مثلا المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة أو لا؟ قاعدة. كيف كانت قاعدة؟ نعم، اشتملت على حكم. أين الحكم؟ أنها تجلب التيسير. الحكم كلي أو لي أو جزئي؟ كلي، تجلب كل تيسير، كل مشقة تجلب ماذا؟ كل تيسير. طيب، إذن هذا هو الشق الأول، وهو ماذا؟ القواعد. الشق الثاني أو الجزء الثاني هو الأصولية. القواعد الأصولية. الأصولية نسبة إلى الأصول، نسبة إلى الأصول. والأصول جمع
أصل، والأصل في لغة العرب أسفل الشيء وأساسه. أصل المسجد أساسه، أصل الجبل أسفله. إذن الأصل هو أسفل الشيء وأساسه، ويقول بعض العلماء ما يبنى عليه غيره. من طبيعة الأساس أن يبنى ماذا؟ عليه غيره. إذن الأصل سواء قلنا أساس أسفل، ما يبنى عليه ماذا؟ ما يبنى عليه غيره. طيب الفرع ما هو إذن؟ ما يبنى على غيره، ما يبنى على. يعني الآن سقف المسجد أصل أم فرع؟ فرع، لأنه بني على ماذا؟ على الأساس. فالأساس أصل، وما فوقه يكون ماذا؟ يكون فرعا له. سواء كان حسيا أو كان ماذا؟ معنويا. الآن السقف بالنسبة لأساس المسجد، السقف حسي والأساس ماذا؟ حسي مشاهد. لكن لو قلنا فلان من أصل كذا وذكرنا نسبه أو قبيلته، فلان أصله كذا، سلمي أصله، أنصاري أصله كذا، هذا حسي ولا معنوي؟ معنوي. إذن الأصل قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. هذا بالنسبة للغة، الأصل لغة. أما اصطلاحا، أي في عرف العلماء، في اصطلاح العلماء، فإنهم يطلقون الأصل على عدة أمور. إما أن يطلقوا الأصل على الدليل، الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى وآتوا الزكاة. ما معنى الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى وآتوا الزكاة؟ أي دليله، دليل وجوب الزكاة قوله تعالى وآتوا الزكاة. قد يطلقون الأصل على القاعدة الكلية المستمرة، قاعدة كلية ترد على أكثر من فرع. قل الأصل في النهي أنه للتحريم. ما معنى الأصل في النهي أنه للتحريم؟ أن القاعدة المستمرة في النهي أنه يفيد التحريم. يطلقونه أيضا على الراجح، الأصل في المياه الطهارة. ما معنى الأصل في المياه الطهارة؟ الراجح في المياه أنها للطهارة. وأقرب الإطلاقات لأصول الفقه أن نقول الأصل بمعنى الدليل. أصول الفقه أي أدلة الفقه، أصول الفقه أي أدلة الفقه. الفقه أصل أم فرع؟ فرع. ما أصله؟ أصول الفقه. إذن الفقه مبني على أساس، ما أساسه؟ أصول الفقه. طيب، إذن هذا معنى القواعد الأصولية باعتبار كل جزء. الآن سنتكلم عن القواعد الأصولية باعتبار كونها لقبا. القواعد الأصولية، هذا اللقب ما معناه؟ الأول عرفنا ماذا؟ القواعد وحدها والأصولية وحدها. الآن لا، سنعرف القواعد الأصولية مجتمعة باعتبار كونها لقبا على فن، على علم. ما معنى القواعد الأصولية؟ من يعرف القواعد الأصولية؟ نعم، نعم، الأحكام الشرعية. الآن نأخذ الآن تعريف القواعد ونركبه في الأصولية. الحكم
الكل الذي ينطبق على جزئيات كثيرة في أصول الفقه. واضح؟ الحكم الكل الذي ينطبق على جزئيات كثيرة أين؟ في أصول الفقه. إذن هذا هو معنى القواعد الأصولية، أو بتعبير آخر أن نقول الحكم الكلي الذي ينطبق على جزئيات في أصول الفقه يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، لأن أصول الفقه أدلة واستنباط، نستنبط ماذا من ماذا في أصول الفقه؟ نستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية. نعم، واضح معنى القواعد الأصولية؟ نعم واضحة. طيب، هل هناك فرق بين القواعد الأصولية وبين أصول الفقه؟ عندنا قواعد أصولية وعندنا ماذا؟ أصول الفقه. هل هناك فرق؟ القواعد الأصولية قلنا ما تعريفها؟ الحكم الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة في أصول الفقه. طيب، ما تعريف أصول الفقه؟ هو أدلة الفقه على سبيل الإجمال. يعني أصول الفقه هو أدلة الفقه، لكن على سبيل الإجمال. ما معنى على سبيل الإجمال؟ يعني الأصولي يبحث في الكتاب، في القرآن، هل هو دليل أو لا؟ في السنة هل هي دليل أو لا؟ ولا يبحث في قوله وأقيم ماذا؟ الصلاة، ولا يبحث في قوله وآتوا الزكاة. الذي يعتني بالأدلة التفصيلية من؟ الفقيه، وليس الأصولي. الأصولي يعتني بماذا؟ بالدليل الإجمالي. يعني الأصولي يعطي الطريق لمن؟ للفقيه. يقول للفقيه اسمع، القرآن حجة، فخذ القرآن على سبيل التفصيل واحتج به. هل يحتج الأصولي؟ لا، وإنما يعطي الطريق، يدلل الطريق لمن؟ للفقيه. يقول له هذه السنة حجة، هذا الإجماع ماذا؟ حجة، فأنت اذهب إلى فروع الفقه واحتج بالإجماع على سبيل التفصيل، احتج بالآيات القرآنية على سبيل التفصيل. طيب، هل هناك فرق بين القواعد الأصولية وأصول الفقه؟ نعم، القواعد تجمع المسائل الأصول، جزء من الأصول. منهم من ذهب إلى أنه لا فرق، فالقواعد الأصولية هي أصول ماذا؟ الفقه. ومنهم من ذهب إلى أن بينهما عموم وخصوص مطلق، فالقواعد الأصولية أعم مطلقا، فالقواعد الأصولية أخص مطلقا، وأصول الفقه ماذا؟ أعم مطلقا. لأن القواعد الأصولية أين تبحث؟ في الحكم الكلي. وأصول الفقه أين يبحث؟ في الجزئيات الأصولية. معاي؟ لما عرفنا القواعد الأصولية عرفناها بماذا؟ بالحكم الكلي. إذن القواعد الأصولية لا تبحث في الجزئيات، لكن أصول الفقه يبحث في جزئيات أصول الفقه. أيهما أعم؟ أصول الفقه. يعني المسائل التي تدخل تحت أصول الفقه أكبر وأعظم وأكثر
من المسائل التي تدخل تحت القواعد الأصولية، وهذا هو الصحيح. القواعد الأصولية مسائله قليلة لأنه يهتم بالأحكام ماذا؟ الكلية. أصول الفقه مسائله كثيرة لأنه لا يهتم بالأحكام الكلية، فيبحث في الأحكام الكلية وفي الأحكام ماذا؟ الجزئية. أصول الفقه فيه تعريفات، قواعد الأصولية ليس فيها تعريفات. أصول الفقه فيه حجج واعتراضات، القواعد الأصولية ليس كذلك. إذن القواعد الأصولية أخص من أصول الفقه. طيب، هل هناك فرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ عندنا من علوم الشريعة القواعد ماذا؟ الفقهية، ومن علوم الشريعة القواعد الأصولية. هل هناك فرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ يعني هل هناك فرق بين قولنا الأصل في النهي أنه للتحريم وبين قولنا الأمور بمقاصدها؟ العادة محكمة، لا ضرر ولا ضرار. هل هناك فرق بين هذا وهذا أو لا فرق؟ نعم، هناك فرق أو لا؟ هناك فرق بين القواعد الأصولية وبين القواعد الفقهية من عدة جهات. الجهة الأولى من جهة الحقيقة، من جهة التعريف. القواعد الأصولية ما يؤذي؟ هل نستدل على حكم هذا الوضع بالقاعدة الأصولية أو بالقاعدة الفقهية؟ بالقاعدة الفقهية، فنقول وضعك لما يؤذيه محرم لأن القاعدة الفقهية تقول لا ضرر ولا ضرار. إذن القاعدة الفقهية نأخذ منها ماذا؟ الحكم الشرعي. يعني هل يصح لنا أن نقول وضعك للأذى أمام جارك محرم لأن الأصل في النهي هو التحريم؟ هل يمكن أن يقال هذا؟ لا، لأن الأصل في النهي للتحريم ليس لبيان الحكم الشرعي، وإنما هي متعلقة بماذا؟ بالدليل، بالأدلة. ظهر لنا فرق أو لا؟ إذن من جهة الحقيقة هناك فرق بين القواعد الأصولية وبين القواعد الفقهية. القواعد الأصولية متعلقة بالأدلة، تقول وأقيموا الصلاة وأقيموا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، متعلق بماذا الآن؟ بالدليل. إنسان دخل فوجد الناس يصلون الظهر فدخل للصلاة من غير نية، أو دخل للصلاة وهو يريد العصر، نقول له ماذا؟ الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. هذه قواعد ماذا؟ فقهية. إذن هذا من جهة الحقيقة. أيضا من جهة الموضوع، القواعد الأصولية تبحث في ماذا؟ ما مجال بحثها؟ الأدلة الإجمالية. موضوع القواعد الأصولية الأدلة. طيب، القواعد الفقهية تبحث في ماذا؟ في فعل المكلف، هل هو حرام؟ هل هو واجب؟ هل هو مباح؟ إذن يبحث أو تبحث في فعل ماذا؟ إنسان وضع الأذى أمام جاره، تأتي القاعدة الفقهية تبين لك ماذا؟ حكم فعلك. ما حكم فعلك؟ لا ضرر ولا ضرار، محرم.
الضرر يزال. إذن موضوع القواعد الأصولية مخالف مغاير لموضوع القواعد الفقهية. أيضا من جهة الاضطراد والشمول، القواعد الأصولية لا يخرج عنها جزئية. الأصل في الأمر للوجوب، كل أمر الأصل فيه ماذا؟ أنه للوجوب. أما القواعد الفقهية فيها مستثنيات، فيها مسائل تخرج من القاعدة. إذن القاعدة الأصولية مضطردة، وأما القواعد الفقهية لها ماذا؟ لها مستثنيات. أيضا من جهة المقصود، ما المقصود من القواعد الأصولية؟ الاستنباط أو الترجيح. ما المقصود من القواعد الفقهية؟ معرفة أحكام الجزئيات، معرفة أحكام أفعال العباد. إذن على كل حال هناك فرق بين ماذا؟ بين القواعد الأصولية وبين القواعد الفقهية، ودراستنا ستكون في القواعد الأصولية وليست في القواعد الفقهية. إذن عرفنا الآن تعريف القواعد وتعريف الأصولية، ثم تعريف القواعد الأصولية، ثم ذكرنا الفرق بين القواعد الأصولية وبين أصول الفقه، ثم أيضا ذكرنا الفرق بين القواعد الأصولية وبين القواعد الفقهية. طيب، عنوان دروسنا القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية، التي تبنى عليها ثمرة عملية. قولنا تبنى عليها ثمرة عملية، هل لها مفهوم؟ ماذا نريد بها؟ أو هكذا جاءت في العنوان؟ نقول لها مفهوم، وهي مرادة، لأن الناظر في أصول الفقه الذي كتب بين أيدينا، الذي هو موجود بين أيدينا، يجد أن المسائل فيه على قسمين. إذا أخذت كتابا في أصول الفقه ترى أن المسائل فيه على قسمين. القسم الأول مسائل لا علاقة لها بعلم الكلام وتبنى عليها ثمرة عملية. مسائل أصولية لا علاقة لها بعلم الكلام، وتحتها ثمرة نحتج بها في الفقه، نحتج بها في الصلاة، نحتج بها في الزكاة، نحتج بها في البيوع، لها ثمرة في البيوع، لها ثمرة في الزكاة. هذه مسائل. وهناك مسائل ليس تحتها ثمرة عملية، هي مسألة أصولية، لكن لو جئت وبحثت عنها في الصلاة لا تجد لها ثمرة، بحثت عنها في الزكاة لا تجد لها ثمرة، في البيوع، في النكاح، في الفقه كله لا تجد لها ثمرة. إذن عندنا مسائل لها ثمرة. ما معنى قولنا لها ثمرة؟ أي عمل بها في الفروع، استنبط منها أحكام في، أو بها أحكام في الفروع. وعندنا مسائل ليس تحتها ثمرة عملية. هذا النوع وهو المسائل التي ليس تحتها ثمرة عملية على قسمين. القسم الأول مسائل مأخوذة من علم الكلام، مسائل أصلها في علم ماذا؟ في علم العقائد، أصلها في علم الكلام، لا علاقة لها بأصول الفقه.
وهناك مسائل ليست مأخوذة من علم الكلام لكن لا ثمرة تحتها. إذن عندنا مسائل لها ثمرة عملية، وعندنا مسائل ليس تحتها ثمرة عملية. من المسائل التي تجدها في كتب أصول الفقه وليس تحتها ثمرة عملية الكلام عن تعريف العلم. ما المراد بالعلم؟ طيب هل هذا له ثمرة عملية؟ هل له علاقة بالصلاة والزكاة والصوم؟ ماهية العقل؟ ما هو العقل؟ هل هذه لها ثمرة عملية؟ هل العقول واحدة أو تتفاوت؟ الكلام عن حد الحد، الكلام عن حقيقة النظر ووجوب النظر، الكلام عن التحسين والتقبيح، الكلام عن الكسب، الكلام عن الإباحة، هل تدخل تحت التكليف أو لا؟ الكلام النفسي وما يترتب عليه، نشأة اللغات. إن رأيتم هذه العناوين التي أذكرها كلها مبحوثة في أصول الفقه وليس لها علاقة بأصول الفقه وليس لها ثمرة عملية. طيب علم أصول الفقه من علوم الوسائل أو من علوم الغاية؟ يعني هل هو مقصود بنفسه أو مقصود لغيره؟ لماذا ندرس أصول الفقه؟ من أجل أن نفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإنسان إذا أراد أن يفني عمره هل يفنيه في علوم الغاية أو في علوم الوسائل أو الوسيلة؟ في علوم الغاية، إن هي التي ستقربه إلى الله عز وجل. لكن ما يمكن لك أن تصل إلى علوم الغاية إلا بعلوم الوسيلة. لكن الفقيه، حق الفقيه هو من يأخذ ب أو من علوم الوسائل ما يوصله إلى علوم الغاية ولا يزيد. إنها كما ذكرنا هي علم ماذا؟ وسيلة. فإذا كنت معتنيا بالأصول فخذ منه ما له ثمرة عملية، وبدل أن تضيع وقتك في غير ذلك أشغله بماذا؟ بعلوم الغاية، بالتفقه في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسوله. ولهذا قلنا القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية. فكأن المؤلف يقول لك هذه هي القواعد التي تحتاجها يا أيها المجتهد، هذه هي القواعد التي بها تتمكن من معرفة جنس الأدلة ومن استنباط الأحكام الشرعية ومن الترجيح، ما عداها هي من ملح العلم، من فضول العلم. إذن ثمرة عملية له مفهوم أو لا في العنوان؟ له مفهوم. بالنسبة للمسائل الأصولية التي ليس تحتها ثمرة عملية، سبب إدخالها في أصول الفقه من جهتين أو من أمرين. لما أدخلت في أصول الفقه؟ ما سبب إدخالها في أصول الفقه؟ نقول سبب إدخالها في أصول الفقه علمان: علم الكلام وعلم المنطق. بسببهما أدخلت هذه المسائل
في أصول ماذا؟ في أصول الفقه، علم الكلام وعلم المنطق المخلوط بين الصحيح والفاسد والحقيقي والوهمي. علم الكلام، علم الكلام يعرفونه بالعلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. الدليل اليقيني عند علماء الكلام هو العقل وما وافق العقل، لا يكون الدليل يقينيا عند علماء أهل الكلام إلا إذا كان ماذا؟ عقليا أو وافق العقل. فظاهر نصوص الكتاب والسنة هي أدلة ظنية عندهم وليست يقينية إلا إذا وافقها ماذا؟ العقل. وعلم الكلام يبحث في الأصل عن مسألتين هما أصل علم الكلام. المسألة الأولى إثبات الصانع بالعقل، كيف نثبت وجود الله عز وجل؟ يبحث علم الكلام في إثبات الصانع بالعقل. إثبات الصانع بالعقل يقوم على إثبات حدوث الحوادث، أن العالم حادث، أن السماوات والأرض حادثة، أن نزول المطر اليوم حادث، به أثبت ماذا؟ الصانع. والكلام عن علم الكلام يطول، وليس هذا هو محله، لكن بسببه أدخل في أصول الفقه ما ليس منه. يعني الآن من مباحث أصول الفقه وجوب النظر. ما معنى وجوب النظر؟ يجب عليك أن تثبت وجود ربك نظرا أي عقلا. هذه مسألة كلامية أو مسألة أصولية؟ كلامية. طيب لما أدخلت في أصول الفقه إذن؟ بسبب علم الكلام، وسيأتي أبين كيف ذلك. العلم الثاني هو علم المنطق المخلوط، انتبهوا إلى هذا القيد، المخلوط بين الصحيح والفاسد وبين الحقيقي والوهمي. هناك علم منطق صحيح ليس فيه فاسد، وهناك علم منطق مخلوط بين الصحيح والفاسد. المنطق لما دخل في أصول الفقه جنى عليه التعقيد والتعسير، صار معقدا، لأن علم المنطق يبحث عن حقيقة الشيء. فلما أدخل هذا في الأصول بدأ الأصوليون يبحثون عن ماهية وحقيقة الواجب، فما من تعريف عرفوا به الواجب إلا وجاء من انتقده. صار أصول فقه ماذا؟ سهل أو عسر؟ صار عسرا بسبب جناية علم المنطق عليه. طيب ذكرنا أن علم الكلام من أسباب تعقيد ماذا؟ أصول الفقه. طيب كيف دخل علم الكلام في أصول الفقه؟ عن طريق من؟ علماء أهل الكلام، لأن الذين ألفوا في أصول الفقه هم علماء أهل الكلام. الذي هيمن على أصول الفقه تأليفا هم علماء أهل الكلام، بداية من أبي بكر الباقلاني في كتابه الإرشاد، إلى أبي المعالي الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه، إلى الغزالي في كتابه المستصفى في أصول الفقه، إلى أبي الحسين البصري
المعتزلي في كتابه المعتمد، هؤلاء علماء أهل الكلام كتبوا في أصول الفقه: ومن أحب شيئا وتبحر فيه أدخله في كل شيء يكتب فيه. إنسان إذا أحب شيئا، أي شيء في أي فن يكتب فيه، لا بد أن يدخل ما أحبه في ذلك الفن. ولهذا دخل علم الكلام في أصول الفقه. وعلى كل حال، لما ذكرنا القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية، أردنا أن نبين القواعد الأصولية التي فعلا يحتاجها المجتهد في الفقه. والقواعد أو الأصل الذي بنيت عليه هذه القواعد هو: كل قاعدة أصولية عمل بها الصحابة والتابعون لا بد أن يكون لها ثمرة عملية. لأن علم الكلام جاء بعد من؟ بعد الصحابة والتابعين. والصحابة والتابعون عرفوا الأدلة واستنبطوا الأحكام ماذا؟ منها، قبل أن يدخل علم الكلام. إذن إذا أردنا أن نعرف الضابط بين القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية والقواعد الأصولية التي لا تبنى عليها ثمرة عملية، الميزان ما هو؟ الضابط ما هو؟ عمل الصحابة والتابعين. فما عمل به الصحابة والتابعون تحته ثمرة عملية، وما لم يعمل به الصحابة والتابعون فليس تحته ثمرة عملية. وهذه القواعد التي سنشرحها بإذن الله تعالى بنيت على عمل الصحابة والتابعين. أصول الفقه هو ثلاثة أبواب: الأدلة، دلالات الألفاظ، الترجيح. ولهذا جاءت القواعد الأصولية في ثلاثة أبواب: القواعد الأصولية في تعيين الأدلة، ما هو الدليل وكيف كان حجة، القواعد الأصولية في تعيين الأدلة وحجيتها، القواعد الأصولية المتعلقة باستنباط الأحكام الشرعية ودلالات الألفاظ، والقواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض والترجيح. وهذا ما يحتاجه المجتهد، ولم ندخل ما يتعلق بالاجتهاد لأنه متعلق بالأصول لا بالأصول. المجتهد أو غير المجتهد هو الأصولي، وليس له علاقة بأصول الفقه. كذلك لم ندخل ما يتعلق بمقدمة الأصول وهي الأحكام، وأكتفي بهذه المقدمة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.